فولفو تراك ويك بهالاسبوع على اوتوفوكس رح نتعرف على كل الفليت تبع تراكس من شركه اكيد فولفو، والى جانبي اكيد مستر جوني كيشيشيا اللي هو تراك سيلز مانجر. اهلا وسهلا فيك. مستر جوني، بنحكي اليوم عن التراكس اكيد. رح نتعرف على كل انواع التراكس عندكم اليوم، من الصغير للكبير، واكيد اليوم عم نعمل فوكس على الافل. بس قبل بدي اسالك عن الفولفو از تراك من فولفو، قد ايه صار له بالسوق؟ عم نحكي اتس هيستوريك، كل العالم تعرف عن تراكس تبع فولفو انه متينين ومهمين كثير، خبرنا اكثر. الفولفو من 1928 بلشوا بالصنع الكاميونات. okay. اول ما بلشوا بالسويد. ومن نحن صرنا وكلاء الشركه جبريل ابو عضل، صار وشركاء، صار وكلاء من 1962. يعني وي جاست سيليبريت 50 سنه الفولفو قبل ال 100. وقريبا نصير ال 100. هذه اللي عم تشوف هلا الاف ال سيري، which is the smallest truck. اوكي. بالفولفو للشرق الاوسط فور اكسبورت. سمالا از سمولست تراك. وهالقد وفيري ايزي تو مانوفر، فيري ايروديناميك. اوكي. كل الجهه بتشوف ايزيلي تو اكسس ان ذا كار ان اند اوت. اوكي. معمول كان بس للتوزيع، سمول برودكت، فود برودكت، سيتي ديستريبيوشن اكشولي. اوكي. هيدول بيجي من 240 280 320 حصان. اوكي. واكسل كونفيجريشن عنده بس 4x2. okay. ما بيجي لها 6x4. So it's a simple truck. It's a simple truck. Very. يعني من it's not a pickup. Okay. It's a truck. Okay. But it's a small truck. بال هذا الجاي. غير هيك شو بدي خبرك عنه؟ Very easy to open and change the oil, the water, windshield water. الفلتر يعني ابو كره بكير لازم يفحص الشوفير كل شيء قبل ما يسوق. يعني في certain lifestyle like truckers of هنا نقول lifestyle، يعني واحد لازم يعمل يهتم بالتراك تبعه يشوفه. وهون الديسبلاي تبعكم كثير سهل له. ايوه. شيء اتس فيري كلين، فيري كلير قدامك كل شيء. عنده ستيبس فيك تطلع مشان تمسح الويندشيلد. ابو كره بكير كل يوم قبل ما اكيد يستعمل يفحص المي، يفحص كل شيء. وبعدين هدول اكثر شيء بيستعملوا على شو اسمه فور يوز اوف مثل ما قلت لك الجارجج كومباكترز و سي ديستريبيوشن موستلي اوف ذس تايم. اوكي. يعني البرودكتس لازم نهتم فيهم هون، هذا التراك. أيوة. بيهتم فيهم. بيهتم فيهم. عندك مثل ما قلت 240 280 و320 حصان. اوكي. ولو بدك فيني فرشيك على الشاسي والكاب كمان من جوا. اوكي. فيري ايزي ذا اكسس ان اند اوت اوف ذا كاب. اوكي. والشاسي كمان اتس فيري لو بروفايل مشان على الطريق يسوق. عندك تانك المازوت يمكن من حد 230 ل 320 حصان. يلا هلا برجع بشوف. هون التانك المازوت. اوكي. ايه. كنا عم نشوفها هون ظاهره اكيد هينه تا واحد يعبي فيها. يعني ايه. انا احنا عم ناخذها شوي صغيره لليوزر اللبناني، يعني اذا يمكن مش محوض على التراك بعد وبده يمكن لشركته يشتري اول تراك يمكن. اي ثينك ذس از ا سوتبل تراك. يعني اذا خصوصا اذا عنده للسمول ديستريبيوشن مثل ما قلت لك، يعني كل شيء اللي بدهم يستعملوا للديلي ترانسبورتيشن اوف ذا سيتي، ديستريبيوشن مثل بيبسي، مثل اي مين سوفت درينكس. سوفت درينكس عليه. وشو بدي لك، هدول مكفولين كله. الفولفو عنده كفيله لسنتين 200,000 كيلومتر. واكثر شيء بيهتموا مثل ما قلت لك بالسيفتي، اتس ذا مين ايشو اوف فولفو، كواليتي and environment friendly. واكيد customer service من اهم. اكيد دفتر سيرفيس بالكابينات اهم شيء. شركتكم بتملك براند وحده اللي هي فولفو. أيوة. ويعني مثل كانه ابنكم الفولفو. أيوة. ابنكم الفولفو. بس هذا هو يعني الفوكسينج تبعنا اكثر شيء على الفولفو. دواليب الاف ال شو بيجوا القياسات؟ قياسات بيجوا 19.5، صغير قياساتهم لانه الحموله منه هالقد. اللود تبعه جنرالي كله التوتال باي لود بيجي عليه حوالي اتس اباوت 10 تونز. اوكي. ذا ماكسيموم يعني. وال شو فينا نزيد قوه الدفع تبعه. كان عم نحكي بالترين يعني اللي وقتها بيجر شو اسمه. It's a very energetic truck. Very powerful truck for a small as a كاميون صغير. مشان هيك لازم نهتم و يعني وقت قلنا 10,000 كيلوغرام او 10 طن، نكون 10 طن مش اكثر، تكون عم ناخذ البرفورمانس المضبوطه. لانه بتحط اكثر
قد ما بتتعبوا بتتعبوا اكثر، بيتعب الكاميون. سو هدول مثل ادفايس لكل الاشخاص اللي عم بحسوها حالا انه اتروك، انه يكونوا عم يتأيدوا باللود بالوزن تبقى. لانه بتعب التروك بكره بينتزع يمكن قصص فيه اكثر، بينتزع قد ما يكون يعني عم بجرب يعمل لود اكثر بس عم يكلف له غالي. وهذا اكيد بنشوف الحال بلبنان، بنشوف كل التراكس حاملين زياده وزياده عليهم من فوق وبنشوفهم عم بيتعبوا وبيتعبونا بالسواقه حتى وراهم. عم بشوف انه تراك اتس سيف، البلايند سبوتس كله مغطيه. ايوه ف اتس سيف تراك وفينا نسوقه بالمدن. ايوه هذه هي هيدا هو. مستر جوني كيشيشيان اهلا وسهلا فيك مره جديده باوتو فوكس. نحن اكيد رح نكون طوال الاسبوع عم نشوف كل الفليت تبع تراكس من فولفو بفولفو تراك ويك على اوتو فوكس بحلقات لاحقه بنشوفكم. ما تنسوا تزورونا على المواقع تبع السوشيال ميديا تبعنا اوتو فوكس ام تي في على تويتر وعلى فيسبوك. نحن بنشوفكم حلقات لاحقه.